بالرسمية الفرنسية سورة الجزائر وسورة العرب وسورة المسلمين عموما في الكتب الرسمية الجزائرية، خاصة سورة الجزائر، لأننا عندنا خصوصية، عندنا تاريخ متميز، علاقة متوترة تاريخيا مع فرنسا، وبالتالي سورة الجزائر باهتة جدا في الكتب الرسمية، وما يتعلمه أولادنا من الجيل الثاني والثالث قليل جدا ومشوه مقارنة مع ما يجب أن يعرفوه عن بلدهم الأصلي. بصفتها تلعب دورا أساسيا في التأصيل والارتباط بتعاليم الإسلام، تعاليم يقبل عليها أبناء الجالية، إلا أنهم يعانون من نقص المرافق الدينية. المرافق الدينية ناقصة في فرنسا، وما وجد منها سواء عن طريق المساجد أو الهيئات أو بعض المدارس فهو ناقص جدا وغير منظم، ويحتاج إلى جهد كبير كبير جدا من طرف الجهات المعنية، البلاد المصدرة إن صح التعبير للهجرة، والبلاد طبعا المقام فيها هذا الإسلام، ثم الهيئات البسيطة كالجمعيات والمساجد والمعاهد، مطالبة يعني أكثر من ذي قبل أن تعمل جادة وبإخلاص، لأن عنصر الإخلاص هو الذي ينقصنا في كثير من التعامل مع الإسلام أو مع غير المسلمين في مجتمع يمثل فيه المسلمون أقلية. هناك ظلم كبير للجالية الإسلامية في فرنسا، خاصة اليوم الإحصائيات التي ذكرتها في المداخلة، وأنه مثلا المسلمين 6 مليون نسمة عندهم مدرستين حكومتين تمويلهم الحكومة الفرنسية. مسجد باريس أشهر معلم إسلامي في فرنسا، قطب للإشعاع العلمي والديني، يستقطب أبناء الجالية بل وحتى أبناء الديانات الأخرى، يشفي فضولهم، يعرفهم على قيم الدين الإسلامي. مسجد باريس هو في الأساس له عدة أبعاد. مسجد باريس هو طبعا مسجد عنده وظيفة دينية، هذا ككل المساجد، ولكن مسجد باريس يتميز بخاصيتين رئيسيتين، وفي اعتقادي لم يقع توظيفهم كما يجب أو تثمينهم كما يجب إلى حد الآن. الجانب التاريخي، لأن هذا المسجد بني في ظروف إيجابية جدا، وكان معناها إنجاز الكل كان ينتظره، جميع بلدان العالم الإسلامي وكذلك فرنسا كانت تريد أن تساهم في بناء هذا المسجد. الذي لا يعرفه الجميع هو أن هذا المسجد أسسه جزائريون من حر مالهم، الجزائري العمال البسطاء هم الذين جمعوا الأموال، العامل البسيط كان يجمع من أجل هذا المسجد الذي يقع فيه مركز باريس، في مركز هام جدا. إذن هذا له دور هام كبير وله دور إشعاع على الجالية وحتى على الفرنسيين أنفسهم. وما يحمله من رموز وما يحمله من يعني هندسة معمارية تعيدنا إلى حضارة الإسلام في أوج عطائها، العهد في الأندلس مثلا. فمن ناحية، من هذه الناحية، المسجد باريس يعني يحتوي على عدة يعني كنوز معمارية وحضارية يمكن أن تكون بالنسبة لزائره، سواء كان يعني سواء كان المسلم الذي يأتي للصلاة أو الزائرين من مسيحيين وغير مسيحيين من السواح، للتعرف على حقيقة الإسلام وخاصة على رسالته والأبعاد الحضارية لهذه الديانة السمحة. كما أثار المتدخلون إشكالية تكوين الأئمة الذي يحتاج إلى تكوين أساسي يراعى فيه طبيعة الوسط الذي يعيش فيه المغترب. عملية التأصيل تكوين الأئمة هناك، لأن تكوين الإمام هناك مهم جدا. عندما تكونين إمام هناك معنى هذا أن تكوين إماما ملما بالأوضاع هناك، إماما يحسن اللغة الفرنسية ويتمكن من التواصل مع الشباب، وهذا مهم جدا. الإمام إذا كان يحسن لغة البلد الذي يعيش فيه، وإذا كانت عنده إمكانات في إتقان العلوم الشرعية، وإذا كانت عنده معرفة عميقة بالواقع الغربي الذي يعيش فيه، هذا يمكنه أن يوجه الجالية الإسلامية. نحن نعرف أن الفقهاء تعاون يقولون بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال،
ففي الفتوى للإمام حتى يمكنه أن يوجه المسلمين يجب عليه أن تكون له معرفة صحيحة بالواقع الذي يعيش فيه، وتكون عنده إمكانية في اللغة الفرنسية أو اللغة البلد الغربي الذي يعيش فيه، وكذلك معرفة حقيقية وواسعة وعميقة بالمجتمع الغربي الذي يعيش فيه. في مجال القضايا الاجتماعية تطرق الحضور إلى إشكاليات التفكك الأسري والمؤثرات التي تؤدي إليها، من بينها الزواج المختلط كإشكالية أصبحت تطرح أكثر من أي وقت مضى. الأسرة بدأت تتفكك في كثير من البلاد غير الإسلامية، فتأثر المجتمع الإسلامي بذلك وبخاصة في الغرب. إذا كانت الأسرة المسلمة تتفكك أو تكاد أن تدخل في مرحلة التفكك، فعلينا نحن كمسلمين وبخاصة أولئك الذين يحاولون تقديم الوجه الإسلامي التطبيقي البسيط أن يتصدوا لهذه المسألة. حوالي 60% من الشباب في الأسر المهاجرة في بلاد المهجر، في بلاد الغربة، هي الأمهات والآباء تعرضوا للطلاق والانفكاك الأسري، والأولاد هم ضياع، هم أيتام في هذه على مائدة خطيرة جدا، وهي مائدة المخدرات ومائدة مثلا انحراف السلوكي. وهناك إحصاءات في 2011 على سبيل المثال ارتفعت النسبة حوالي 44% من الجزائريين ارتبطوا بزواج بغير مسلمات في الزواج، وأما بالنسبة للإناث بلغت النسبة 41%، امرأة جزائرية مسلمة تتزوج بغير مسلم. وهناك نتائج وخيمة على هذا الزواج، وهو أننا نلاحظ نشأ أولا جيلا من الأطفال والبنات والأولاد من الشباب والشابات، نشأ جيلا ممزقا بين ثقافتين، ثقافة فرنسية وثقافة جزائرية، بل ونشأ جيلا آخر انسلخ كليا عن المجتمع الجزائري الإسلامي. إذا كانت جالياتنا في فرنسا تعاني من نقص المرافق الدينية، فناظرتها في البلدان الأخرى على غرار كندا، بريطانيا وإيطاليا تعاني من نقص الأئمة والمؤطرين حسب بعض المشاركين. المساجد كافية والمدارس كافية لتلقين أساسيات اللغة والدين الإسلامي كما أقول، لكن يبقى أنه هل هذا النموذج من التكوين كافي لتأهيل هذا الجيل من أجل أن يوفق بين الوعي، وعي الهوية ووعي المواطنة؟ فهذا هو السؤال المطروح، وهذا هو التحدي، وهذا هو الذي ما لم يتم بعد. فاحتياجاتها كثيرة ومتعددة، وأهمها هو وجود وزيارة الدعاة والأئمة إعطاء تكوين للجالية، تكوين الأئمة إلى تكوين الجالية، وأن يكون هناك تواصل فيما بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، والهمزة الوسط هي التي تكون هي الجالية طبعا الموجودة في الغرب. نبقى جالية بعيدة عن الواقع الوطني، وحتى الإنسان إذا احتاج جريدة جزائرية أو أي شيء لم يجدوا. وجدت كل الإطار، لا تدخل في الفولار ولا تدخل في شؤون الدين، ولك الحرية لمساجدك لممارستك، تريد أن تعمل كان مثلا تجدي في البنك محجبات، تجدي في الأعمال في الهوسبيتال، كان حرية. لا وجود لثقافة إسلامية جزائرية لها علاقة. لعل من أكبر المشاكل التي تهدد استقرار الجالية العنصرية، التي يلعب الإعلام دورا أساسيا في إثارتها.
مؤسسة ما كاش نهار ما كاش أسبوع ما كاش شهر إلا وفيه صحفي يتكلم عن الإسلام وعن المسلمين ويقول بأنه الإسلام والمسلمين من المستحيل أنه يندمجوا في المجتمع الغربي وأن المسلمين هم يغيروا طبيعة الهوية الغربية إلى غير ذلك. جمعيات ومؤسسات أكثرها بمسلمين وغيرهم وبعضها تبحث. ظاهرة تستهدف الطاقات الشابة الأدمغة المهاجرة. الإحصائيات تشير إلى تزايد في عددها. هناك جمعيات في الغرب الآن تنادي أو تدق ناقوس الخطر، تقول بأن يا أيها العالم الثالث إن واصلتم على هذه الطريقة لن يبقى لكم طيب طبيبا جيدا ولن يبقى لكم أستاذا محترما وتؤدون أنفسكم إلى التهلكة، لأن هذه ثروة مهمة جدا أنتم تدفعون عليها في تكوينها، وأن نحن نحصد يعني كل ثمارها. فخذوا بالكم من هذه الأشياء، لأن أهم المثقفين وأهم يعني من بين أهم المثقفين وأهم الأدمغة كما سميتها الجزائرية هي موجودة الآن في المؤسسات العالمية. نقص التنسيق والتواصل من أهم نقاط الضعف التي تعاني منها أبناء الجالية والتي تحد من احتواء احتياجاتهم. نقص التنسيق وعدم وجود مؤسسات ممكن تجمع الجالية وتحاول أن تحل مشاكلها وهمومها، وكذلك المشكل الثاني وهو نقص الاستراتيجية التي يمكن أن يبني عليها أبناء الجالية مستقبلهم. للتعايش بطريقة سلمية يتعين على المغتربين حسب المتدخلين احترام ثقافة الآخر. يجب تبادل المفاتيح حتى يتم إزالة هذه الأفكار المسبقة وإزالة المخاوف ويتعرف الآخر على التالي. نعم هنالك مبادرات منها مثلا مبادرة الإفطار الجماعي الذي تنظمه كثير من المساجد في شهر رمضان وتكون مناسبة لدعوة السكان كذلك من كندا، منهم مثقفين أو سياسيين أو جيران إلى غير ذلك، لتناول وجبة الفطور مع المسلمين. فهذه مثلا جابت فعلا نتيجة، حتى أصبحت رمضان مثلا من الشعائر الدينية الأكثر شعبية عند الكيبيكيين وعند الكنديين. يجب إعادة تأهيل من أجل إدراج هذا المستوى، وهو المستوى الإنساني، من هو هذا الآخر، انطلاقا من مرجعياتنا الدينية. أجمع الحاضرون على ضرورة العودة إلى تعاليم الدين الإسلامي كحل لاحتواء المشاكل التي يعاني منها أبناء الجالية. الإنسان عندما يكون مغترب يكون كأنه منفصل عن مجتمعه، عن أولاده، عن أحبابه، فيحتاج إلى من يعينه إلى هذا، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو يكون بحالة أوسع رحبا وأفقه فكرا. أحاول جهدي أن أصل إلى أن وفق بين أبنائنا وبخاصة الجيل الثاني والثالث أن يعودوا للإسلام عودة طيبة بسيطة مدرسية، مثلا تعلم القرآن، تعلم اللغة العربية، التعامل بالحسنى مع أبناء الأسرة. الملتقى تخللته ورشات عمل تضمنت نقاشات وتبادل للآراء حول قضايا ذات الصلة بالموضوع. كيف يمكن أن يتحول التراث الإسلامي الأوروبي إلى التراث الأوروبي الإسلامي؟ بعد 3 أيام من النقاش الهادف البناء خلص الملتقى إلى التوصية التالية. تنظيم ملتقى دولي سنوي يعالج قضايا الجالية الجزائرية في الخارج. العمل على ربط أبناء الجالية الجزائرية بوطنهم الأم وبقيمه وعاداته وتقاليده. التواصل مع الجالية الجزائرية بكل الوسائل المتاحة. التواصل مع الكفاءات العلمية في مختلف المجالات
للاستفادة منها وتشجيع المستثمرين الجزائريين. إنشاء مؤسسة وطنية مقرها بالجزائر تعنى بالممتلكات الوقفية في المهجر، تسهيل تنقل أبناء الجالية إلى الجزائر، التأكيد على إشراك الجمعيات ومختلف الفاعلين الجزائريين في المهجر من غير تمييز ولا إقصاء، تعميم تجربة المدرسة الدولية الجزائرية ملك بن نبي في مختلف مناطق تواجد الجزائريين في المهجر، إشاعة الخطاب الديني الذي يدعو إلى الوسطية والتحاور مع الديانات والحضارات الأخرى، التركيز على تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم لأبناء الجالية. الحاضرون ثمنوا الملتقى الذي يعد لبنة قوية في الاهتمام بالجالية الجزائرية وتبني قضاياها المختلفة. الملتقى جاء في وقته، والمواضيع المطروحة مليحة جدا. أنا أثمن الملتقى ويجب أن ينشر وأن يبسط وأن يترجم وأن يوزع هناك في فرنسا على أبناء الجالية ليستفيدوا من هذه الأفكار. أنا نعتبر بأن هذا الملتقى يكتسي أهمية كبيرة لعدة أسباب، منها الظروف الحالية اللي يعانون منها المهاجرين في أوروبا. هذا الملتقى كان التفاتة محقة، التفاتة طيبة ليس لها نظير وليس لها مثيل للاهتمام بالجالية الجزائرية. نحن نثمن ونشكر كل القائمين والذين اجتهدوا على تنظيم هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، وإن شاء الله الذي نأمله من هذا اللقاء هو الخروج بنقاط عملية. هذا الملتقى جاء في وقته وجاء لاعتبار هذه الجالية جزء من الوطن الأم ولحمايتها وتحصينها والحفاظ على عقيدتها. حتى وإن تباعدت المسافات بين الوطن الأم، فجسور التواصل تبقى دائما حاضرة وتحتاج للدعم المتواصل.